وينضم إلينا الأستاذ حسام عيد الخبير الاقتصادي. أهلا بك أستاذ حسام. مزيد من الفهم لكي يتواصل معنا ويتعاطى معنا الفكرة المشاهد الكريم، ما معنى أن الدولة تعتزم التخارج كليا أو جزئيا من العديد من القطاعات؟ ما القيمة المضافة لذلك وما تأثير ذلك على الاقتصاد المصري؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. طبعا خلينا في البدايه نؤكد على اهميه تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميه للدوله المصريه، والذي يضرب به او يشمل اكثر من 50 شركه في مختلف القطاعات بالاقتصاد المصري، يمثل اكثر من 18 قطاع بالاقتصاد المصري من القطاعات الهامه جدا بالاقتصاد المصري. واعتقد ان احنا شاهدنا بعد تنفيذ اولى صفقات برنامج الطروحات الحكوميه بالعام الماضي لبعض المؤسسات الماليه العربيه بثمان شركات بالتخارج الحكومه بحصه 20% من ثمان شركات بمختلف القطاعات الانتاجيه، شهدنا اقبال كبير جدا من قبل المؤسسات الماليه وخاصه العربيه على المزيد من هذه الصفقات والاستحواذات بهيكل ملكيه الشركات الرائده في مجالاتها بالاقتصاد المصري، وذلك لوجود فرصه حقيقيه بالاقتصاد المصري لجذب مزيدا من رؤوس الاموال المستثمره الاجنبيه في الاستثمار المباشر، ووجود فرصه حقيقيه لتحقيق معدلات نمو مرتفعه لهذه الاموال المستثمره بالاقتصاد المصري. وطبعا ده هيكون ليه مردود ايجابي على مؤشرات الاقتصاد الكليه وعلى الشركات التي تم بيع جزء من ملكياتها او تخرج الحكومه في جزء من هيكل ملكياتها. طبعا شاهدنا ان الثمان صفقات التي تمت خلال العام الماضي شاهدنا في نتائج اعمال ايجابيه جدا لهذه الشركات عن طريق استخدام السيوله الناتجه عن تخرج الحكومه بتوسعه انشطتها، وبالتالي ارتفاع معدلات الانتاج لهذه الشركات، وبالتالي انعكس ايجابا على القوائم الماليه السنويه لهذه الشركات ودفعها لتحقيق معدلات نمو في الارباح مرتفعه. وبالتالي افهم من حضرتك استاذ حسام انه يعني الشركات القطاع الخاص ستكون لها استفاده كبيره من هذا الحراك فيما يتعلق بالتخارج الجزئي او الكلي من العديد من القطاعات، صحيح؟ هو طبعا حدث طفره كبيره جدا في نتائج اعمال هذه الشركات السنويه بعد عمليات التخارج، وتنفيذا طبعا لوثيقه سياسه ملكيه الدوله والتي تهدف الى زياده مساهمه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بنسبه تصل الى 60% على مدار الثلاث سنوات المقبله ان شاء الله. اعتقد ان شفنا في طفره كبيره جدا حدثت في نتائج اعمال هذه الشركات عن طريق استخدام السيوله بتوسعه انشطتها، وبالتالي كانت عامل مهم جدا لجذب مزيدا او المزيد او رغبه المزيد من رؤوس الاموال المستثمره وخاصه الاجنبيه والمحليه ايضا في ضخ او مزيدا من التدفقات النقديه بمختلف القطاعات الاقتصاديه، وده اللي اكده السيد مصطفى مبولي في المؤتمر منذ قليل، واكد على ان وجود رغبه كبيره جدا من قبل بعض المستثمرين والمؤسسات الماليه الدوليه بالدخول في الاقتصاد المصري عن طريق شراء حصص حاكمه او حصص اقليه بمختلف القطاعات بشركات رائده في مختلف القطاعات بالاقتصاد المصري، وده هيكون ليه انعكاس ايجابا على الناتج القومي الاجمالي وهيدفعه نحو الارتفاع، وهيدفع ايضا الى الاستقرار مزيدا من الاستقرار المالي بالموازنه العامه للدوله، وايضا هيؤدي الى انخفاض الدين طيب. الخارجي للناتج القومي المالي خلال العام المالي الجاري. نتحدث عن قطاعات البنوك الاتصالات المطارات البنوك والتامين، ونتحدث عن تفعيل وثيقه سياسه ملكيه الدوله والانطلاق الى برنامج الطروحات. التوقيت، فسر لي التوقيت استاذ حسام. يعني أنا شايف منذ بداية الأزمة الجيوسياسية الراهنة مطلع العام الماضي ما بين روسيا وأوكرانيا، والتي دفعت إلى وجود ارتفاع كبير جدا في تكاليف الإنتاج وقلة المعروض من السلع والخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف التمويل المباشرة، أعتقد إن احنا شفنا في اتجاه أو عزم من الإدارة على هذا الملف الهام جدا
وما أعقب الأزمة من ضرورة للتحرك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لاستخدام أهم وأسرع وسيلة للتمويل منخفض التكلفة وهي البورصة المصرية وسوق المال المصري بطرح برنامج الطروحات أو البدء في تنفيذ برنامج الطروحات والذي يجذب مزيدا من رؤوس الأموال أو يكون أداة من أدوات التمويل الهامة جدا منخفض التكلفة للحكومة المصرية وللدولة المصرية والتي تستطيع من خلال حصيلة برنامج الطروحات والتي تهدف ما الحصول على ما يقرب من 15 مليار دولار باستكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتم حصد ما يقرب من 5.5 مليار دولار عن طريق بيع 14 شركة من برنامج الطروحات الحكومية، وتستطيع الحكومة استخدام هذه السيولة بسد الديون المستحقة بالعملة الصعبة أو سد الفجوة ما بين العرض والطلب على العملة الصعبة طبعا لارتفاع الفاتورة الاستيرادية لجمهورية مصر العربية. واعتقد ان احنا هنشوف خلال الفترة المقبلة مزيدا من التوسعات في برنامج الطروحات الحكومية، خاصة بعد إشادة نائب رئيس المنظمة الدولية للتمويل في الاقتصاد المصري والفرصة القوية التي يعني تتحقق على الاستثمار في الاقتصاد المصري، والفرصة ما زالت موجودة وقائمة بالاستثمار في الاقتصاد المصري، وهنشوف في مزيدا من رؤوس الأموال التي تضخ في الاستثمار المباشر والغير مباشر أيضا. أستاذ حسام عيد الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.